في موضوع اخر لابد ان نتحدث فيه، اللي هو انشاء سوق باي طريقه، مش هنقول منطقه حره او سوق بظروف معينه او بقانون معين، انه يتم من خلاله تداول السلع فيما بين قطاع غزه ومصر تحت اشراف القياده المصريه، بحيث اننا يكون لي رقابه على السلع التي يتم تهريبها، وهي يكون في الاصل انها مدعمه، بل بالعكس يعني حضرتك يمكن المواد المواد البترولية كان بياخدوها يبيعوها الإسرائيليين. صحيح. يعني صحيح. كان لأن سعر اللتر سولار أو بنزين في إسرائيل أعلى بكثير مما يتم تداوله في مصر أو غزة. فده حضرتك المفترض يتم كل هذه الرؤى كل هذه الاطروحات، نناشد أصحاب القرار أن إحنا يبدأوا فعلا مرحلة وصفحة جديدة في أنهم يبدأوا في تنفيذ هذه الأفكار. معلش مش أنا نتكلم وخلاص.